السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم عندنا حل مشكلة ببرنامج الهيك ريزرفوار سيموليشن بالخرائط اللي نستدعيها إليه عن طريق الجي اي اس. طبعا العديد من الأخوة الباحثين قالوا انه احنا دا نستدعي الخرائط بس ما تهزش صح، يعني اني احتاج بالبرنامج الهيك ريزرفوار سيموليشن احتاج، هلا اوضح لكم اياها بشكل اوضح، احتاج انه مثل ما نقول نمثل بشكل كامل العفو، انه انا مثلا احتاج الشيب فايل الكامل زائد الريتش زائد مثلا البحيرة الخزان اللي انا حاشتغل عليه، بس ما تجيني بشكل صح. يعني اذا استدعى هاي من استدعى الثانية يعني الرسم يصغر وما يطابقه، ما يصير بهن اوفرلاب. اذا ما عندك مشكله بالاوفرلاب يعني ما يتطابقون كلهم مكان صحيح، معناها عندك مشكله بالبروجكشن مالت من مال الصور او الشيب فايلات اللي انت تستدعيها، فتروح على برنامج جي اي اس مالتك. تمام، شوف هسه لاحظ هسه انا عندي هذا كانوا ما يتطابقون، فشنو تسوي حتى يتطابقون الرسومات كلهن؟ تثبتهم كلهن على بروجكشن واحد. يعني هسه انا شو اريد استدعي؟ عندي ثلاثه، عندي ريتش تمام وعندي شيب فايل اوكي وعندي يعني الووتر شيد مال البحيره، ثلاثتهم اريدهم ينطبقون ثلاثتهم بمكان واحد. شنو اسوي هسه؟ شوف هذا الشيب فايل عندي، شو تروح؟ تروح على هذا الخيار اللي هو ارك تول بوكس، تختار هذا الخيار ارك تول بوكس، خلي اخفيهم لان كلهم، تروح على داتا مانجمنت تول. هاي عندك تضغط على الداتا مانجمنت تول، اكو خيار بها اسمه بروجكشن اند ترانسفورميشن، تضغط عليه على البروجكشن اند ترانسفورميشن. بيه خيارات البروجكشن اند ترانسفورميشن مالك علاقه بالراستر، اغلقها. تروح على بروجكشن، تمام عيني، هذا خيار ديفايند بروجكشن يعرف لك الموجود الحالي، لكن انت تريد تغير بروجكشن تسوي اسقاطات كل الاشياء اللي عندك باسقاط واحد. طبعا هذا الفيديو موجه للاخوه اللي يعانون من مشكله الماتش الارتباط او مدى يصير عندهم اصلا اوفرلاب، تمام عيني. فهسه نروح على البروجكشن، تستدعي وحده وحده. شوف هسه انا مثلا عندي اول فيتشرز، عندي مثلا الشيب فايل، اريد الاوتبوت كوردينيت سيستم، بيقول لي احفظ لك اياه هنا في مكان ما، نو بروبلم. الاوتبوت كوردينيت سيستم تضغط على هذا الخيار، تمام عيني. عندك اكس واي كوردينيت سيستم وزد كوردينيت سيستم، بتروح على الاكس واي كوردينيت سيستم تثبتهن كلهن، تعرفن على واحد. هسه انا كلهن راح اعرفهن، والافضل تعرفن على بروجكت كوردينيت سيستم. تروح على بروجكت كوردينيت سيستم، لازم انت تعرف الاسقاط مال بلدك، ولو احنا الوطن العربي كله احنا اسقاط واحد، لكن اذا عندك اسقاط ثاني لازم انت تتاكد من جماعه الجي اي اس انه شنو اسقاط بلدك حتى على اساسه تسقط كل خرائطك عليه. بتروح هسه انا هنا بالنسبه وهو الاعم هذا اليو تي ام، بعد اليو تي ام دبليو جي اس نورث 37 احنا اللي هو هذا، سوري هذا WGS UTM زون 37، اقول له اوكي تمام. هسه ارجع عليه نفسه، اروح انطي Z coordinate system ايضا اعرفه، اقول له vertical coordinate system اي word WGS 84، تمام عيني. ورا ما تقول له كل هاي الخيارات تقول له اوكي، راح يسوي لك يسقطك البروجكشن مالتها، تجي على البحيره مالتك كأن تكون انت منزلها من موقع، تقول مثلا اي موقع خاص انا نزلتها وجبت الشيب فايل مال بحيره السد اللي انا اريدها، شلون اسقطها؟ ايضا تروح على بحيره السد تقول له منا بروجكشن نفس الخيار مال ده، تختار هسه بحيره السد اللي هي انا مسميتها بالعربي شيب فايل البحيره، هذا البروجكت اللي غيرت اسقاطه، تقول له شيب فايل البحيره، تمام عيني. ايضا تروح تغير الكوردينيت سيستم، هم هنا الاكس واي تختار البروجكت كوردينيت سيستم مثل اللي سويناه قبل شوي، والزد ايضا تختار الفيرتيكال كورد. فشوف هنا ما متفعل، يقول لك كمل لي هذا يلا، فاختار هسه البروجكت كوردينيت سيستم نفس الحاله وورد العفو يو تي ام دبليو جي اس 84، نختار ال 37، اقول له اوكي. هسه ارجع عليه نفسه، تفعل، ارجع عليه نفسه، اختار الزد كوردينيت، هسه لاحظ تفعلا الفيرتيكال كوردينيت سيستم وورد دبليو جي اس 84، اوكي. هسه هنا اقول له اوكي، هسه راح
يسوي لك إلها بروجكشن. هسه راح بهاي الحالة من غيرت البروجكشن والإسقاط مال الخرائط وثبتت على إسقاط واحد راح يصير عندك بين تطابق. تمام عيني؟ هيا لاحظ. والدليل شوف هسه إحنا بس خلي أخفي هذا الارك 12 بوكس بالمناسبة إذا تنتبهوني أنا دا أدق التفاصيل، لأن أكو بعض الأشياء يعني أخذ بها وقت يجوز حتى أحلها حتى توصل بعض الأحيان شهر. فأريد هاي الأفكار من تجيني، يعني مو شرط أن الباحث يطلبها من عندي، من أشوف هاي المشكلة تظهر عندي وأحلها، ما أحاول أحلها لنفسي وخلاص، لا رأسا أسوي بها فيديو، حتى خاف باحث من الباحثين يواجه هاي المشكلة ما أريده ياخذ الوقت اللي أنا استغرقته والتعب والجهد اللي أنا تعبته حتى يحل هاي المشكلة، يعني أقلل عليه الوقت مباشرة أنطيه الحل النهائي. وأغلب هاي الحلول اللي أقولها أنا ما موجودة، ما متوفرة على الأونلاين باليوتيوبات أو كذا أو عند شرح المختصين. فمن هذا الباب لاحظ، لا تلاحظ شوف شيب فايل البحيرة اجتمع ويا هذا. هسه نتأكد من ريتش مال منطقة الدراسة، تقدر تستدعي أنت الريتش مال الشيب فايل. لاحظ الريتش متطابق وياهن ما يحتاج، وأقدر أمسح البقية. فإذا خلاص هسه تطابقه، وإذا ما تطابق الريتش أيضا تروح تعرف الريتش أيضا من ارك تول بوكس البروجكشن عادي نورمال، وتختار الريتش اللي أنت ضفته، وكذلك تقدر تعرفه تقول له الأوتبوت مالته البروجكت العفو كوردين سيستم ضمن اليو تي ام WGS 84 North. تقول له أيضا أنه أني أريد العفو 37، يعني إسقاط تكون ثابت لكل خرائطك ويناسب، ولازم يتطابق أكيد مع إسقاط بلدك، يعني المنطقة مو بلدك وإنما الكيس ستدي اللي أنت تدرس عليها 37. أوكي هسه أرجع أضغط عليه مرة ثانية حتى أعرف Z Coordinate System WGS 84 وورد. هاي حددناه، هاي دي ينطيك انه التعريفات الخاصة بهن سمري ما نحتاج، احنا بس مجرد حددنا. اوكي نقول له اوكي. هسه راح يسوي لك بروجكشن ايضا بهاي الحالة، تضمن انه انت صار عندك تطابق بالريتش مع الشيب فايل مع البحيرة تلسل. هالاشياء من كملين شو تسوي؟ تروح عليه خيار خيار. لاحظ خلي الغي اني هذا حتى تكون واضحة امامكم. نو اوكي اروح على خيار خيار اسوي هنا، بس خلي افتح، راح افتح فولدر او ملف وبعدين انقل بالدي هنا، مثلا افتحها بالبي اتش دي بيبر بالبيبر، لان انا الشغل اصلا ناوي اخليه هنا ضمن البيبر الخامس لان هو الخاص بهم. فانا صراحة هذا بعد ما احتاجه بعدين امسحه. اقول المابس راح اسميه باللغة الانجليزية، اسميه فولدر اسوي حتى احفظ بيه كل هاي الامور. maps required IRED for المابس الخرائط المطلوبة for هيك reservoir RAS simulation SIM model MODEL. تمام عيني سويت فولدر راح اخزن بيه بعدين، ورا ما اكمل راح امسح كل هالفولدرات الزايده اللي عن طريق المحاولات القديمه، حتى شلون انه يبقى انه فقط عندي هذا الفولدر هو المثبت. هسه شنو اسوي؟ ارجع على الجي اي اس ولا ما حولت كل هاي الاسقاطات الخاصه بي؟ اذا تنتبه هو كل شيء سوى لك يا البروجكت انطاك بصفه كلمه بروجكت. هسه اجي على الريتش اقول داتا اكسبورت، احررهم كلهم على شكل شيب فايل. هنا اضغط اروح على المكان اللي سويته اني بالدكتوراه بي اتش دي بيبر بيبر 5 جي اي اس ريكويرمنت. لا ما هنا هذا شنو هذا ريتش او الفيرات ريفر بيزن صفر ريتش ار اي اي سي اتش. تمام اختار هنا الخيار، عندك ثلاث خيارات بالحفظ، تختار كلمة شيب فايل. اوكي تقول له سيف
سيف اوكي نو ما يحتاج. هسه اجي على الشيب فايل اللي حولته، خلي اشوفكم يا صفه كلمه بروجكتد تمام عيني. هسه اختار من هنا اقول له ار داتا اكسبورت شيب فايل، ايضا نفس المكان اللي سيفت فيه قبل شويه. ان شاء الله هاي الامور تكون تفيدكم كلش هواي، يعني اذا تبون احنا بالله نشرح ادق التفاصيل. هذا شنو اسمه؟ بنسميها حديثه لايك اوكي، يعني بحيره سد حديثه حتى ما نضيع بالاسماء. حديثه ريزرفوار ار اي اس اي ار في او اي ار ريزرفوار لايك ال اي كي اي تمام. اختار الصيغه من هنا ما انسى، اقول له شيب فايل اوكي سيف لي تمام نو. هسه بعد عندي شنو ما حفظته؟ الووتر شيد، الشيب فايل ووتر شيد اللي سوى لي هو حاليا هذا الشيب فايل بروجكشن ما حفظته، حفظت الريتش وحفظت الهاي. هسه اروح احفظ الشيب فايل، ايضا اقول له داتا اكسبورت تمام. هسه نجي هنا نختار نفس المكان، شوف خذ افصل بالتفصيل الممل، يعني ماكو يتشرح. جيت احاول اتعامل مع الشخص، مو انه هاي جراجويت وبسرعه، لا لا لا، اتعامل وياه وكانه طالب اوليه مرحله رابعه، ودا اوضح له هذا الشرح حتى يكون واضح جدا. يعني ممكن دا تشوفوني اتاخر بالفيديوهات واعيد كم خطوه واوضح، وممكن شخص ثاني يقول ماكو داعي هذا التركيز بالموضوع، بس انا ما احب يعني انه شخص يواجه مشكله حتى انه قدر الامكان نحلها. يعني مثل ما نقول هسه هاي شنو هذا عندي شيب فايل ستدي اريا اس اتش اي بي اي شيب فايل اف اي ال اي ستدي اريا ستدي اريا اي ار اي اي تمام عيني. اختار الصيغه شيب فايل، مو تنسون كصيغه شيب فايل يحفظ لي اياها. هسه هنايا اقول له اوكي نو تمام، حفظت ثلاثتهم. خلي اسد هذا اللي جوه، اروح افتح فولدر جديد، يعني برنامج الهيك ريزرفوار سيموليشن اقصد. هسه هنا ينفتح البرنامج، تقدر انت تسوي نيو ووتر شيد، وانا علمتك بها مسبقا. راح تفتح انا اي ووتر شيد، هاي لا على التعيين بس مجرد تجربه تمام. خلي الغى هذا الووتر شيد القديم، لان كان شوف هاي لاحظ هنا هذا الخطا اللي عندي، لاحظ كان يرسم لي اياها بهذا الشكل، هسه مو رسمها هذا الشكل، هسه هاي بس البحيره السد. لاحظ لو استدعي نفسه لاير، اقول له يعني خلينا نفترض اقول له استدعي لي منا الله لو لاير اديتنج مابس اد ماب لاير تمام. اقول له استدعي لي هسه شيب فايل، راح استدعي اي شيب فايل مو هذا اللي سويتهن تمام. مثلا هنايا ضمن الهير ريزرفوار سيموليشن شيب فايل مثلا هذا، وين الشيب فايل منطقة الدراسة؟ على شكل شيب، اي هذا هي مو جديد شيب فايل بحيرة شيب فايل ووتر شيب تمام عيني. ها شوف لاحظ شوف يعني هنايا خلي نكبر ضاف الشيب فايل، بس سوى نفس الوقت اخفى الـ 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 البحيره خلاص. لا ليش؟ شنو السبب؟ لانه الاسقاط ما متماثل، الاسقاط ما متماثل. فهسه علمتكم شلون تسوون الاسقاط تمام عيني. يعني لاحظ خو بعد ماكو واحد يشرح الشكل، شوف هنا اللغن ليش تن الاسقاط غير متماثل. ارجع لللاير اقول له اديت الله اديت لاير، اختار الشيب فايل هاي، اروح على ماب حتى الغيها اقول له ريموف لاير ماب يس، اختار الشيب فايل هنايا اقول له ريموف لاير ماب اوكي ابلاي تمام لغاها. هسه طبيعي اروح ارجع استدعيهم من جديد، اقول له لاير اديت الله لاير اديتنج ماب اد ماب لاير اللي سويتهم ثلاثتهم حاليا، اقول له هنايا الشيء الدي بالدي القاهم اللي بالبي اتش دي بيبر 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 5 اي ثينك يس هنايا بيبر 5 اي ثينك هير
كاتبه عن المابلوك هو اي نعم هاي هياته احدد منها حتى من ليش اضل ضايع اقول له حدد لي فقط الشيب فايلات فعندي ثلاثه شيب فايل هياتهم فاقدر اني اختارهم ثلاثتهم او اختار واحد واحد انا اريد شنو اللي تصير بالبدايه بالاساس تصير الشيب فايل مال الستدي اريا اقول له اوكي هسه هنا اوكي ارجع للمابس اد ماب لاير شنو اللي اريد اضيفه بعده اضيف ال اضيف ال اد العفو ارجع شوي هاي الرجوع تقدر انت تستدعيه للمابس مال البس انا لانه هنا شكل تجريبي هسه راح ارجع اسوي هنا الشغل المطلوب من عندي اني تمام فهنا يا ماب ريكويرمنت اقول له حدد لي الشيب ارك شيب فايل هسه راح اختار الحديثه الزفوار تمام شوف لاحظ هسه طابقت لو ما طابقت اوكي هسه نرجع على المابس اختار لي الاد ماب لاير هسه اضيف للريتش ايضا نفسه الدي تمام عيني نختار ايضا بي اتش دي بيبر بيبر ماب لاير شنو عندي اني اخلي احدد هنا اقول لي اريد فقط شيب فايل حتى ما اضيع بالملفات اختار الريتش الفرات ريفر بيزن ريتش شيب فايل اوكي هسه اقول له اوكي لاحظ صار لونه كلش خفيف فشنو اسوي اقدر اغير اللون مالته اروح على اللايرز اختار من اللايرز اقول له الله قلت لاير اروح صار هو اعلى شيء فشنو اختار انطي لون مثلا ازرق تمام ازيد الويت مالته اقول له ابلاي ابلاي لاحظ هسه صار لونه واضح امامكم وكذلك لباقي الالوان تقدر تغيرهن يعني البروبرتيز مال باقي الخصائص تقدر بهذا الشكل تغيرهن وتكملهن يعني اللون الشيب فايل لون غيرهن تمام اتمنى تكون محاضرة هذا اليوم واضحة اللي هي تصحيح التطابق راح اكتب لها التصحيح الكوركشن الاوفرلاب اوف لاير ريتش لاير اللايك لاير او ريزرفوار لاير وشيب فايل لاير ان هيك ريزرفوار سيموليشن ووتر شيد سيت اب تمام عيني راح يكون الفيديو بهذه الصيغه وده تشوفون هذا الفيديو عبارة عن مقطعين اللي هن الجزء الأول كنا نتكلم بيه شلون صححنا الماب بروجكشن باستخدام الجي اي اس وجينا هنا سوينا لهم تطابق وبكل سهولة إن شاء الله يكون هذا الفيديو أمامكم واضح إذا عندكم أي سؤال أو استفسار ومواجهتكم مشكلة بخصوص الـ Reservoir Simulation وكيفية التطابق تقدرون تراسلونا على القناة وإن شاء الله احنا نجاوبكم على هذا الموضوع نلتقيكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى بإذن الله نحاول نكمل شرح هذه السلسلة بكل ما يحتويها وبقية المواضيع الأخرى أيضا الفيديوهات تتابع متسلسلة وإذا تتابعون إحنا كل فيديو أو كل موضوع نحاول نسوي له باكج خاص به أو إحنا نسميها بلاي ليست نتناول بها كل الأمور شرحها بتسلسل الفيديو يعني anything كل الأمور الخاصة بها ما تنسون دعمنا بالقناة لأن إحنا نحاول نوضح لكم كل الأمور إن شاء الله وبالشيء اللي نقدر عليه وباللغتنا العربية اللغة الأم اللي نحاول إحنا نقدر نشرح يعني الأكسنت إن إنجليش بس يعني قدر الإمكان إحنا نريد بهذه القناة نوصل محتوانا إلى أغلب بلدان الوطن العربي المستخدمين لهذه البرامج لأن لاحظنا صراحة جدا قليل أو غير متواجد نوع من هذه الشروح لهذه البرامج باللغة العربية بالنسبة يعني لبلداننا وحاولنا أو ارتئينا حتى ما نكون متشابهين مع البعض إن الشرح دائما يكون باللغة العربية وكذلك أيضا إنه نحاول نوضح أبسط الديتيلز والتفاصيل نلتقيكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى دمتم بأمان الله وحفظكم.